القاهرة والناس تهنئكم بعيد الأضحى المبارك وذكرى انتصارات أكتوبر. نشرة أخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الجيش للرئيس، نقف خلف قيادتكم حراساً أمناء على مصر وشعبها. تحذير للمصريين، الإخوان يحولون الأشجار إلى مراكز تفجير. حلايب أول مدينة مصرية تؤدي صلاة العيد. إليكم تفاصيل النشرة. رجال القوات المسلحة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن. هكذا جاءت كلمات الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مضيفا في برقيته للرئيس: ويؤكد رجال القوات المسلحة وقوفهم خلف قيادتكم حراسا أمناء على مصر وشعبها، أوفياء اليمين الولاء لها في إنكار للذات واستعدادا للتضحية والفداء لتظل وطنا آمنا مستقرا لشعبه العظيم. بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر كل عام وسيادتكم بخير. الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه قوة واحدة ونسيج وطني واحد، لا يمكن لأحد أن ينال من تلاحم أبنائه ووحدتهم التاريخية القادرة على صد أي محاولات لزعزعة وحدته واستقراره. هكذا جاءت كلمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال استقباله البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، الذي قدم التهنئة للإمام الأكبر وجميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الأزهر والكنيسة قادران على تخطي كل محاولات تفتيت الشعب المصري بما بينهما من مشاعر الود والمحبة والإنسانية التي تمثل نموذجا فريدا في العالم كله. الإخوان يتفننون في قتل المصريين، فبعد جريمة بولاق الإرهابية التي راح ضحيتها 3 شهداء عن طريق زرع قنبلة على إحدى الأشجار، تم إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بمحيط مبنى محافظة الغربية ظهر الخميس، كان قد تم زرعها أيضا بجوار شجرة، وذلك بعد انفجار قنبلة أخرى. طريقة الإخوان في زرع الأشجار بالقنابل والعبوات الناسفة وإصرارهم على تحويل أعياد المصريين ومناسباتهم الدينية والوطنية إلى مناسبات للقتل والتدمير والتخريب دليل جديد على أن الإخوان يكرهون هذا الشعب، وعلى الشعب أن ينتبه جيدا لهؤلاء القتلة. قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إنه في إطار تكثيف إجراءات تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة الأنشطة غير المشروعة، تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من إحباط عدة محاولات لتهريب البضائع وتسلل الأفراد والهجرة غير الشرعية، حيث أسفرت جهود القوات عن تدمير 4 فتحات نفق بمدينة رفح وضبط مركب صيد بمنطقة حمام فرعون بجنوب سيناء محملة ب 510 كيلوغرام لنبات البانجو المخدر. كل عام وأنتم بخير. حيث حددت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث أشارت إلى أن وقت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والمنصورة وبنها سيكون في الساعة 6:15، وأن حلايب أول المدن المصرية التي ستؤدي صلاة العيد في الساعة 5:51، فيما ستكون مدينة السلوم آخر المدن المصرية التي سيؤدي قاطنيها الصلاة في الساعة 6:46. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرة أخرى بإذن الله.